Zeynep le hace preguntas a Nazlı sobre sus vacaciones en Italia. Nazlı está preocupada por esta situación. Asud ve que su plan está funcionando y se pone feliz. Quiere consolar a Nazlı. Atis reacciona cuando cuestiona la actitud de Murat hacia Cemre. Nazlı se da cuenta de todo, pero no puede compartirlo con Murat. Murat le da una sorpresa a Nazlı para animarla. Se pone el anillo en el dedo en la playa. Aunque Nazlı estará feliz por un corto tiempo, obtendrá su parte del truco de Asud. Los malentendidos superpuestos, lo que oye y ve, llevan a Nazlı al borde de una gran decisión. Melek estaba encantada con el gran plan que había aprendido. Sorprendida por lo que escuchó, Nazlı le devuelve el anillo a Murat y le dice que no puede hacerlo. Zumbul le pide ayuda a Ramo para evitar que Oya se vaya. Kerem abrirá una nueva página y se ofrecerá a estar con Yıldız. Elvan también lo apoya. Yıldız decide contarle a Kerem todos los hechos durante la cena. Mientras comienza a prepararse para esto, lo que aprende de Ramo lo sorprende. Rustem localizó a Murat, a quien describió como un novio rico, y llegó al frente de la mansión. شولا تهدد أسلم علنا بقتل أوزان وتطلب منها الزواج من فاتح. أوزان الذي يعتقد أن أسلم تعرض لحادث يصاب بانهيار عصبي ويقول إنه يريد الزواج من أسلم مقتنعا بأنه لا يمكن أن يكون بدون أسلم. وتبقى حقيقتي بينهما. تصاب ملك بالجنون عندما تكتشف علاقة إيلول واو ياجز. يبدأ بالتخطيط لأشياء سيئة. كوراي الذي هاجم إيلول وهو في حالة سكر يعترف بأنه لم ينم مع إيلول في ذلك اليوم. أصبح إيلول الآن متأكدا تماما من أن الطفل هو طفل ياجز. تبدأ راضية بالذعر أمام حالة ملاك السيكوباتية. بينما تساور نرمين شكوك بشأن أبنتها، تقرر ملاك استخدام إيلول مرة أخرى للحصول على ياجز. يتم أخذ أوزان إلى الجناح. أسلم يواجه تهديدا خطيرا للغاية. تعتمد حياة أوزان وجولد على القرار الذي يتخذه. مقتنعا بأنه لن يتمكن من الخروج من الداخل، ينجرف أوزان في الشعور بأن انتظار أسلم سيكون عبثا ويدعوها إليه. يطلب منها ألا تأتي مرة أخرى. تم تدمير حقيقتي. فاتح المهووس جدا بأسلم يلاحق رجلين بيرسين بسبب ما فعله بها ويخيفها، ثم يعلن حبه لأسلم. يقترح الزواج. عندما يرفض أسلم بشدة تجعل سول الأمر مدعاة للفخر. يخبر ابنه أنه سيأخذ أسلم. ينزعج ياجز للغاية عندما يدرك أن إيلول كانت تساعد ملاك وتحاول أن تجعل ملاك وحبيبته. تجري إيلول اختباراً آخر لإثبات أن ياجز هو الأب الحقيقي للطفل. مقتنعاً بأنه لن يتمكن من الخروج من الداخل، ينجرف أوزان في الشعور بأن انتظار أسلم سيكون عبثاً ويدعوها إليه. يطلب منها ألا تأتي مرة أخرى. تم تدمير حقيقتي. فاتح المهووس جداً بأسلم يلاحق رجلين بيرسين بسبب ما فعله بها ويخيفها، ثم يعلن حبه لأسلم. يقترح الزواج. عندما يرفض أسلم بشدة تجعل سول الأمر مدعاة للفخر. يخبر ابنه أنه سيأخذ أسلم. ينزعج ياجز للغاية عندما يدرك أن إيلول كانت تساعد ملاك وتحاول أن تجعل ملاك وحبيبته. تجري إيلول اختباراً آخر لإثبات أن ياجز هو الأب الحقيقي للطفل. يقوم بيرسين بتقييد يدي أسلم إلى كرسي في الشاليه وتشغيل الغاز وتركها تموت. أوزان ينتظر أسلم في يوم اللقاء، لكن بيرسين يأتي بدلاً من أسلم. راضية تعذب إيلول. يندفع إلى المهام الصعبة ويوبخ. يتصرف بشكل منافق مع عائلته. يذهب ياجز إلى مختبر الحمض النووي. يذكر الضابط أن هناك اشتباهاً في احتمال تغيير النتيجة. يحول ياجز انتباهه إلى كوراي مرة أخرى. تحاول ملاك جذب الانتباه بحيل مختلفة. علمنا أنه وإيلول كان أصدقاء منذ المدرسة الإعدادية. لدى إيلول وياجز الفرصة لمواجهة بعضهما البعض في المقهى حيث يتم قفلهما. بينما يدفع كوراي إيلول أكثر فأكثر إلى الزاوية، فإن حياة ياجز أيضاً في خطر بسبب اقتراب ملاك. نتيجة محاكمة أوزان تدفع كل من يحب أوزان، وخاصة أسلم، للبحث عن
الأمل، ويتوقع أوزان نتيجة إيجابية من المحكمة وأنه سيتم إنقاذه. في هذه الأثناء تبحث سولي عن طرق لإخفاء سلاح الجريمة في منزل مونتاز. راضية تحاول إدخال عفة إلى منزل نرمين بدور ملك. ينفد صبر ملاك المعجبة بياجز وتجعل راضية تشكك في قرارها. في نظر راضية التي ظنت أن ملك هي نرمين ابنتها، لم يعد لدى إيلول قيمة مالية بعد الآن. يبدأ في التخطيط لفصل إيلول عن أبنها وإرسالها بعيداً. يتلقى إيلول نتائج اختبار الحمض النووي. الطفل هو ابن ياجز، ولكن قبل أن يتمكن من فتح الظرف ومعرفة ذلك، يتم اختطافه من قبل رجال عدنان. ياغيز يلاحقه. أسلم يختطف أوزان ولا ينوي تسليمه إلى الشرطة. أصيب كان ونقل إلى المستشفى. بعد معرفة ذلك يشعر أوزان وأسلم بالأمل، لكن شولي تقتل كان. المحقق الذي عينته نرمين يجد إيلول. غير مدركة أن نرمين هي إيلول، فهي سعيدة بالعثور على أبنتها. يابز مصمم على جعل إيلول تقول الحقيقة. كوراي الذي نفد صبره بسبب عدم قدرة ياجز وإيلول على الانفصال عن بعضهما البعض، مصمم على إثارة المشاكل. بينما يسحق أوزان تحت وطأة الجريمة التي ارتكبها، يتواصل أسلم معها. مصير كان سيؤثر على مصيرهم أيضاً. عدنان يضغط على إيلول بسبب دينه لإحسان. من ناحية أخرى، تشعر إيلول بالإحباط بسبب ضغط كوراي وتذهب إلى العيادة لإجراء اختبار لمعرفة من هو الطفل حقاً. وبعدها توصل ياجز إلى نتيجة مفادها أن الطفل قد يكون طفله وليس طفل كوراي بناء على اختبار إيلول. فاتح يحبس أوزان. أوزان الذي يعتقد أن كان قد اختطف جولد يتصارع مع كان، وشولي يطلق النار على كان من مسافة بعيدة. يعتقد أنه أطلق النار على أوزان كان بنفسه. يبحث أوزان عن طرق لجعل أسلم يسامح نفسه، ومع ذلك أسلم ليس لديه أي نية لمسامحة أوزان. عدنان الذي اعتقل بسبب حادث يشارن يحتاج إلى خطة جديدة. بينما يعاني ياجز من ألم إدارة ظهره لعائلته، تأخذه إيلول وعائلتها تحت جناحهم. إيلول يقترض المال من أحد المرابين، يدفع المال للمستشفى ويخضع يشار لعملية جراحية. الجراحة ناجحة نتيجة لجهود ياجز في ملاحقة الشخص الذي ضرب يشار. تؤدي الصدارة إلى عدنان.